إذن عن ازدياد ظاهرة العشوائيات في العراق وأسبابها وتداعياتها ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المهندس المتخصص في العمارة والآثار حيدر الحمداني. أستاذ حيدر حياكم الله، مرحبا بكم. بحسب الاتحاد الأوروبي فإن 10% من العراقيين يسكنون العشوائيات، ماذا يعني هذا في علم التخطيط العمراني أستاذ حيدر؟ اهلا وسهلا بكم عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه هذا يعني الكثير بالنسبه لنا كالعراقيين، لانه العراق هو بلد مهم في المنطقه، بلد مهم في التاريخ. العراق الان وصل الى مرحله يندى لها الجبين من الحقيقه التخلف الحضاري بسبب هاي النسب اللي طرحها الاتحاد الاوروبي او اللي نادت بها الكثير من المنظمات الانسانيه. وهذا الموضوع طبعا يعني انعكس على حياه العراقيين جميعا، لانه لما يكون نسبه 10% من العراقيين يسكنون في مناطق عشوائيه، هذا يعني انه 90% ايضا هم بالطريق ان يزيدون هذه النسبه في يوم من، لانه من 2003 الى حد الان لم نجد خطوه ايجابيه باتجاه تحسين حياه العراقيين من ناحية تطور البنية التحتية وتطور شبكات الطرق، تطور شبكات الكهرباء، شبكات الصرف الصحي إلى آخره. لم نجد على أرض الواقع ما يطور هذا الحقيقة. هذه النسبة هي قادمة إلى التزايد للأسف. يعني أستاذ حيدر، هل نسبة 10% خطيرة نوعا ما، وإلى ما ترجع ازدياد ظاهرة العشوائيات طبعا لا سيما في خلال السنوات العشرين الأخيرة؟ ما هو السبب في ذلك؟ السبب الرئيسي في ذلك هو غياب السلوك الحكومي الصحيح في هذا الموضوع، فهو اما فساد اداري واتجاه الى استغلال الاموال بطرق غير مجديه بالنسبه للعراقيين، واتجاهها الى يعني تحقيق او خلينا نقول بكامل الصراحه انه هاي الاموال ذهبت الى السرقه وذهبت الى انتهكت. هاي الاموال العامه العراقيه لم تضع في مكانها، لم تطور البلد. هذه النسبه خطيره جدا تعتبر، لانه هذه النسبه ينعكس عليها اثار سلبيه اخرى، ينعكس عليها تاثيرات اجتماعيه، تاثيرات تلوث للبيئه. هاي المجمعات او هذه العشوائيات تنتج بالاخير تخلف في عده مرافق من مرافق الحياه. يعني مثلا في مرافق الصرف الصحي لا توجد مرافق صرف صحي، مصادر مياه نقية لا توجد، أنظمة لجمع النفايات لا توجد، اعتداء راح يكون بالأخير على شبكات الكهرباء، مثلا شبكات الكهرباء الوطنية تزود، لأنه هذا السكن كله عبارة عن غير نظامي، بالتالي هذا يعود على الضرر على 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 الجميع طبعا. يعني هذا بالأخير كمان يعني يؤثر أيضا على موضوع النسيج الاجتماعي. يعني لما تنخفض هاي المعايير اللي هي ابسط مقومات السكن الصحيح وتنخفض معها المعايير الصحيه، تؤدي الى فقر، والفقر يؤدي الى ارتفاع مستوى الجريمه. على ذكر الفقر استاذ حيدر، هل هناك علاقه مباشره بين نسبه الفقر وتزايد المناطق العشوائيه؟ نعم اكيد. لان هذه اللجوء الى البناء العشوائي هو اصلا هو وليد الفقر، لأن المواطن لما يعيش حياة طبيعية ولديه إمكانية أن يشتري وحدة سكنية مؤهلة للسكن، بالتالي هذا يروح باتجاه الإيجابي. ولكن لما يكون غياب توفير فرص العمل من قبل الحكومة راح يؤدي إلى الفقر. يعني كثير من الطاقات وكثير من الشهادات وكثير منها لما ما تجد فرص للعمل، هذا راح يؤدي بها إلى تراجع للوراء وإلى حالة سلبية. فأكيد غياب التوجه الحكومي الصحيح نحو هاي الطبقات ومحاولة رفع مستواها بواسطة إيجاد وسائل سكن صحيحة وإيجاد وسائل أو إيجاد فرص عمل، التعليم، رفع مستوى التعليم، وحتى ترتفع ثقافة المواطن، وترتفع ثقافة المواطن ترتفع ثقافة كل الشعب طبعا، كل البلد يكون تجي باتجاه ايجابي. ولكن الان الوضع لا، يعني من 2003 لحد الان نجد البلد يرجع في حاله تراجع، وزياده هاي النسب مخيفه جدا للمستقبل. يعني استاذ حيدر، ولكن القطاع الخاص قام بتشييد مجمعات سكنيه، طبعا هذه المجمعات بشكل عشوائي وباسعار باهظه، هل انشاء المجمعات السكنيه بهذه الاسعار الخياليه ساهم في زيادة ظاهرة العشوائيات، تعتقد ذلك أستاذ حيدر؟ نعم أكيد.
كيف؟ لأنه المواطنين اللي ساكنين في هاي العشوائيات المستوى المعاشي منخفض معه. طيب. لما يبنون هذول الناس هاي المجمعات اللي هي عالية الكلفة، هذا الكلام لا يوافق الواقع. يعني احنا ليش نأكد دائما انه لازم يصير تدخل حكومي لرفع مستوى الطبقات الفقيرة وجعلها مدعومة وتجد السكن الصحيح، البيئي الصحيح. لكن لما نجد هاي المجمعات اللي هي انشأت معظمها بغسيل الأموال، يعني انا اتوقع بغسيل الأموال 100%، لانه هذه فرصة لسراق المال العام ان يستفيدوا من هاي الأموال داخل البلد عبر انشاء هاي المجمعات التي لا تلائم المواطن والذي يعيش حالة الفقر في العراق. من عمان المهندس المتخصص في العمارة والآثار حيدر الحمداني، شكرا جزيلا لكم.